طب ازاي يعني؟ حسد يا عبد كنا بنتابع مع حضراتكم لقطات الحيه لوصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه، ومن المنتظر ان يكون هناك لقاء بينه وبين البابا تودروس بابا الاسكندريه للحديث طبعا عن العلاقات المصريه السعوديه في الاطار الديني والسعي لمواجهه الارهاب طبعا في هذا الاطار.